أنت الذي تبعثنا نشوة الأخرى يا عيد يا هدية. أدعو بين أيديكم الآن لبيب أنصاري، الطالب في صف الثاني الثانوي. ولد في شهر فبراير سنة 1997 وعمره 17 سنة. موضوع حديثه اليوم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتصف أخونا لبيب بالجهد المتواصل، وهو ممتاز في الدراسة وإتقان العمل مع الاهتمام الكامل وحسن الاستماع والاستفادة من الأساتذة. ومن إنجازاته بأنه الحمد لله قد حفظ القرآن الكريم كاملا، وشارك في برنامج تربية الدعاة والمسابقات الخطابية باللغة العربية والإنجليزية. فبارك الله في مجهوداته العلمية، ولديه رغبة شديدة بمطالعة الكتب الإسلامية وكرة القدم، ويتمنى أن يحصل العلوم النافعة ويبلغها إلى الآخرين. ومن أهم الدواعي التي حثته على التقدم سيرة السلف الصالحين من الصحابة والتابعين. ومن رسالته إلى صغير وكبير: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نطلب العزة في غيره. فهيا نستمع الآن للموضوع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الخطيب البارع الأخ لبيب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة حق قامت عليها السماوات والأرضين، وبها أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، ولأجلها انقسم الناس إلى مؤمنين وكافرين، فمن سبقت له السعادة بالإيمان كان من الناجين، ومن أعرض عنها واتبع هواه كان من الهالكين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، المبعوث بالدين القويم والصراط المستقيم، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، فلم يزل يجتهد في تبليغ الدين وهدى العالمين حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل الكفر والبهتان، وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مقرونا بالرضوان. أما بعد، أيها الجم الحضور والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، لقد جرت سنة الله تعالى في خلقه أن يصطفي بعض عباده للنبوة والرسالة، فالرسل أكمل البشر خلقا وخلقا، وأرجحهم عقلا، وأوفرهم ذكاء، وأطهرهم قلبا، وهذا هو شأن الرسل أجمعين. وآخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله لخاتمة الرسالة، وخصه الله به من صنوف الخير والفضل، ولذا افترض على العباد طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد الطريق إلى جنته، فلن تفتح لأحد إلا من سلك طريقه، فشرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والهوان على من خالف أمره. أيها المسلمون، حبه صلى الله عليه وسلم عبادة، وحبه طاعة مفروضة،
وحبه إيمان وتصديق، يتقرب العبد به إلى الله تعالى. والناس في حبه أقسام ثلاثة: قسم جفى على حبه وأعرض عنه وعاداه، وقسم غلا في حبه حتى أخرجه من نطاق البشرية إلى مرتبة الألوهية، ونسبوا إلى رسوله ما لا يليق من صنوف الكفر والبهتان، وزعموا أنه بذلك يريدون إظهار حبه وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، وأوهموا الناس أنهم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم حبا له، وظنوا أنهم من الأبرار الأخيار وأنهم أحباب النبي المصطفى المختار. فأيها الإخوة والأخوات، رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يشفي المريض ولا يعافي المبتلى، إنما هو عبد الله ورسوله. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد من بني عامر بن صعصعة، فقالوا كما جاء في حديث صحيح عن عبد الله بن الشقير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود، والحديث رقم 6 و800 بعد 4000. ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في شأنه، كما جاء في حديث صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري، والحديث رقم 45 و400 بعد 3000. وقسم ثالث أحبه حبا عظيما، حبا شرعيا، حبا موافقا للكتاب والسنة، هم قوم أنار الله بصائرهم وفتح للحق قلوبهم. نسأل الله تعالى أن يرفع قدرهم وأن يعلي منزلتهم وأن يكثر سوادهم. أحبوه وقالوا عبد الله ورسوله يبلغ عن الله، وهو أفضل الخلق وأكمل البشر، لكنه لا يشفي المريض ولا يكشف الضر ولا يجيب السائل، لأنه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أحبوه لأن حبه كحل للعينين وبلسم للأرواح وتنشيف للآذان وطيب للأنوف. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان، يتوقف على وجوده وجود الإيمان، كما جاء في حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري، والحديث رقم 15. ومن كان في قلبه حب الرسول صلى الله عليه وسلم يتذوق حلاوة الإيمان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري، والحديث رقم 16. فإن أهل السنة والجماعة يحبونه حبا جما، حبا شرعيا، حبا حقيقيا. وأما الذين يدعون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تنظر في أحوالهم فتجدهم لا سلوك ولا عبادة ولا استقامة ولا خشوع، إنما هو القول باللسان فقط، ويشهد الله على ما في قلبه أنه كذب ودجل. وأما الذين لا يقيمون للسنة وزنا ولا للشريعة كيانا، فليس لهم من حب الرسول صلى الله عليه وسلم نصيب ولا شفاعة لهم يوم القيامة. إخواني في الله، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنة بمحبة الله تعالى. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة التوبة رقم 9 والآية 24. ففي هذه الآية توعد الله من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ومعلوم أن الله لا يتوعد أحدا بمثل هذا الوعيد الشديد إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فعلم بذلك أنه يجب على كل مسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه من الأهل والإخوان والأموال والأوطان. وهذا من رحمة الله عز وجل، هذا من رحمة الله عز وجل أنه لم يذم حب الأهل والأقارب والأزواج، ولا حب المال والكسب والمساكن، ولم ينع عن ذلك، وإنما جعل من مقتضى الإيمان إيثار محبة الله ورسوله على جميع أنواع المحبة. وهذا هو حال المؤمنين الصادقين في حبهم لله ورسوله. أنت الذي تبعث فينا نشوة فينا نشوة. ومن مقتضيات حب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كل شيء حتى من نفسه. فعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري، والحديث رقم 32600 بعد 6000. إخواني في الله، ما هي علامات حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ منها الشوق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والحنين إلى رؤياه ولو كلف ذلك فقد النفس والمال والأهل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي إلي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم، والحديث رقم 32800 بعد 2000. انظروا إلى شوق الصحابي ربيعة بن كعب رضي الله عنه. فعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي سل، فقال لي سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم، والحديث رقم 89 بعد 400. من علامات حب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة قرابته وآل بيته وأزواجه وصحابته. ومن علامات حبه محبة سنته والدعوة إليها. ومن علامات حبه الخالص اتباع سنته واقتفاء طريقته والسير على هديه. فمن لم يتبع سنته قولا وعملا، ظاهرا وباطنا، سرا وجهرا، فهو من أكبر الكذابين وأعظم الدجالين. إذا ادعى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فمثل هذا لا تسمع له ولا تلتفت إليه، واعلم أنه خائن للشريعة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. سورة آل عمران رقم 3 والآية 31 و32. وكما جاء في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري، والحديث رقم 80200 بعد 7000. أيها المستمعون والمستمعات، هذا هو الحب الذي عرفه الصحابة رضي الله عنهم، وهم أكثر الناس حبا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إليكم تراجم الصحابة رضي الله عنهم كبارا وصغارا، رجالا ونساء، حيث أنهم قدموه على أنفسهم وأهليهم
وأموالهم والناس أجمعين. انتدب عروة بن مسعود ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الهديبية نيابة عن زعماء قريش، ويذكر الوصف الذي رآه وهو سيد من سادات قريش وهم أشد خلق الله عداوة له: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. رواه البخاري، والحديث رقم 31 و700 بعد 2000. هل رأيتم في التاريخ البشري كله، هل رأيتم في التاريخ البشري كله مثل هذا الحب الخالص؟ إليكم محبة شباب الأنصار إلى بذل النفس في سبيل الانتقام ممن تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالأذى. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتموني؟ فبأدراه بسيفهما فضربه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما، أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين قال: كلاكما قتله. رواه البخاري، والحديث رقم 41 و100 بعد 3000. وإليكم نموذجا من النساء: امرأة من بني دينار أصيب زوجها وأبوها وأخوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فلما نعوهم لها قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه، فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، إنه حب من نوع خاص. أين نحن من هذا الحب؟ أين نحن من هذا الحب الخالص؟ والمحبة الخالصة تظهر بإطاعة المحب في جميع أقوال المحبوب وأحواله وأفعاله وأعماله، كما قال الشاعر: لو كان حبك صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. انظروا إلى هؤلاء الصحابيات كيف يتبعن قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث صحيح عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. رواه أبو داود، والحديث رقم 72 و200 بعد 5000. وهذا الصحابي الجليل الذي رفض أن يأخذ ذلك الخاتم الذي طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فأجعلها في يده؟
فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذا الحب الصادق؟ أين أمهاتنا وأخواتنا من هذا الحب الخالص؟ وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جلس على باب المسجد حينما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أمره ولم يتحرك من مكانه. عن جابر رضي الله عنه قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال: اجلسوا. فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود. أين نحن من هذا الحب الصادق؟ إخواني في الله، هذه هي المحبة الخالصة التي يتطلبها الإسلام منا. وروى هذا الحديث أبو داود في سننه برقم 91 بعد 1000. فأين نحن من هذا الحب الخالص؟ هذه هي المحبة الخالصة التي يتطلبها الإسلام منا، فلنحرص على هذه المحبة. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا يا رب العالمين. اللهم ارض عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله الأخ لبيب أنصاري على حسن إلقائه وبارك في جهوده وزاده علما وعملا. أيها الحفل الكريم، قد وصلنا بحمد الله الآن نحن وإياكم إلى ختام جولتنا الخطابية المباركة بين وردات حديقتنا وزهرات بستاننا. بعد أن تفنى فيها رأينا ما يقر العيون، وسمعنا ما يشنف الآذان ويطرب الفؤاد ويسلج الصدور، فنحمد الله حمدا يليق بجلاله وعزمته، وندعو الله لنا ولكم التوفيق والسداد. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر رائد الحفل مدير المعهد الإسلامي العالمي رئيس منظمة الأبحاث الإسلامية فضيلة الدكتور ذاكر عبد الكريم نايك، الذي وفر لنا هذه الفرصة السعيدة لإلقاء المحاضرة العربية أمام الجمهور، فجزاه الله عنا أحسن الجزاء. وكذلك نشكر المدرسات والأساتذة من العلماء والحفاظ الذين بذلوا جهودهم الجبارة في سبيل إعدادنا، وكذلك الشكر موصول إلى كل من ساهم في تنظيم الحفل. كما نشكر الجمع الحضور على مجيئهم في حفلنا هذا وتشجيعهم لطلاب المعهد الإسلامي العالمي، فجزاهم الله أحسن ما يجزي به عباده الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.